أهلا بكم عبر شارع الفن، نتمنى منكم متابعة هذا التقرير. سابين نحاس وورد نيكست توب موديل 2024، اليوم نحن عم بيشهد بيروت هذا الحدث الكبير. بدي لك يعطيك الف عافيه الاستاذ الي، كمان قد ايه عم تتعبوا لليوم هيك نشوفه باحلى طله لهذا المهرجان اللي صار مش بس لبناني، صار عالمي بينطروه كمان بيحضروه على الشاشات على كمان بالخارج. صح، على اليوتيوب بينحضر وبينعرض على كذا شاشه تلفزيون كمان. خبرينا هيك قد ايه بياخذ منكم وقت تحضير وقد ايه انت موافقه على اشياء مش موافقه على اشياء ست سابين؟ لا اجمالا يعني هيدا شغل الي بالاخر، وهو يعني بيهتم بكل التفاصيل. انا ايام كثير بعطي، ايام كثير قليله بعطي رايي، ان كان مثلا بيكون عنده ثلاثة او اربع متبريات من نفس البلد بده يختار وحده، بنتخير انا وياه اياها اللي لازم تكون بقلب المسابقه. تفاصيل غير هيك ما كثير، هو يعني هو المهتم اكثر مني. ست سابين مرقت فترة على رحيل الوالدة، هلا شو بتتذكري منها؟ قد ايه هيك الاشي بتذكريها من الوالدة؟ وما بدنا نبكي، ولكن شو بتتذكري من الوالدة؟ بعرف بعد رحيلها واحد بيقعد لحاله بصير يتذكر اجمل الايام. ما قصدي بكيكي، عفوا، بس ما بقدر اذكرها صراحة للوالدة، دغري بكل دموعي خصوصي بهالمناسبات هيك. يعني كنت اول ما خلص مكياج وشعر ولبس دغري صور لها يعني وتصير تحكيني وهيك، ف ايه صعبه. سابين ليش ما بنشوفك مع اختك سيرين هيك بدور يمكن بيجمعكم سوا كمان هيك؟ يمكن عندك موهبه التمثيل او ما بتحب؟ لا ما بحب التمثيل، لا عندي موهبه او لا، انه هيك لا ما عندي موهبه، ما بحب، ما لي جلاده وما بحفظ كثير، بنسى. لا خلينا نجتمع نحن هيك بمشاهد على على الانستغرام احلى. قديت لي مثلا حبيت هون ما حبيت هون لسيرين؟ كثير كثير بعطيها رايي، لانه انا بحضرها كمشاهده مش كاختها. يعني اختي انا وياها بالبيت اكيد وكل شيء، بس وقت اللي بكون عم بحضرها على التلفزيون او بشي مسلسل بعطيها النقد اذا بدك المحب والبناء، لانه بنفس الوقت بجمع هول الشعورين تبع انه انا اذا بدك فان لإلها وكمان اختها. بتتفقوا على طبخه معينه او لا سابين؟ اجمالا بالحياه ما بنتفق على شيء انا وسيرين الا على حب العائله. يعني بقتنا بقى هي ستيلة تيابا شيء، انا شيء، هي بتاكل بطريقه انا باكل بطريقه، هي بتطبخ بطريقه كثير هيلثي انا كله زيت وسمنه ومدري شو بس هيك. ليش هيك حلو انه الاخوه متفقين مع بعضهم بحبوا بعضهم؟ ما طلع ولا مره اشاعه، ليش؟ نحن ما بدنا يطلع اكيد، ولكن ما طلع ولا مره اشاعه. بلا من فتره طلعت اشاعه بيطلع كثير، بس انه لا ما زمطنا، بس ما في شيء. يعني اذا بدي اتخانق مع اختي يعني هيدي بعتقد شيء كثير صعب. ممكن يكون في هيك سوء تفاهم يمكن بسيط او اي شيء ممكن بكل العيال، بس انه اتخانق انا وياها بمعنى انه نتشارع او شيء صعب. انا بدي اتشكرك ونشوفك ان شاء الله قريبا. ميرسي كثير لك وسوري على ال ميرسي لكم. من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهده.